بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معادنا في الحلقه ديت مع الاصحاح 18 من سفر الرؤيا. هنقرا الاول نص الاصحاح مع بعض، وبعد كده هنتامل في نص الاصحاح ايه ايه، ونفهم ايه المقاصد الالهيه المخبأه لنا في هذا السفر. ثم بعد هذا رايت ملاكا اخرا نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس ومنقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم سمعت صوتا آخرا من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء، وتذكر الله آثامها. جازوها كما هي أيضا جازتكم، ضعفوا له ضعفا نظير أعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا، بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي، وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها، حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة بابل، المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ويبكي تجار الأرض وينحون عليها، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبذ والأرجوان والحرير والقرمز، وكل عود ثيني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميزا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. وذهب عنك جني شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي، ولن تجديه فيما بعد. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، ويبكون وينوحون ويقولون: ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببذ وأرجوان وقرمز، والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنه في ساعة واحدة خربت. افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحي عظيمة ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. وصوت الضاربين بالقثار والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لا يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحى لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. والسبح لله دائما. في الإصحاح ده شفنا سقوط بابل عروس الشيطان وخربها النهائي، وربنا بيظهر لشعبه هذه الأمور عشان ما يشتركوش في خطاياها.
السورة دي ظهرت لنا قبل كده في سفر أشعياء النبي لما قال: سقطت سقطة بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة. ونفس الشيء ربنا برضو بيطلبه من أولاده، أنه يخرجوا منها عشان ينزل عليها الضربات والعقاب. فبيقول: اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، اعتزلوا اعتزلوا، اخرجوا من هناك، لا تمسوا نجسا، اخرجوا من وسطها. ونفس الصورة أيضا شفناها في هلاك سدوم وعمورة، لما الملاك أمر الملاكين اللي ظهروا للوط وأسرته، أمروهم أنهم يلحقوا يخرجوا قبل ما تحترق المدينة. وده تم حرفيا، لأن بابل في التاريخ خربت بيد الفرس، وبقت الخراب فيها خراب كامل تام يعني، وشعب ربنا رجع منها وعاش في أورشليم. اللي بقى فضلوا مرضوش يرجعوا، هلكوا مع أهل بابل. وهنا ربنا بيطلب من الكنيسة، من المؤمنين، بيطلب إنهم يعتزلوا ويعيشوا في الصحراء. ومش معناها إنه يعتزلوا يعني ينفردوا أو يعتزلوا يخرجوا خالص، لكن نفس القول اللي قاله السيد المسيح للمجد لما بيقول للآب: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، ولكن أن تحفظهم من الشرير. فاللي بيفعل هذا ويعتزل الشر بينجو من الضربات الموجهة للأشرار اللي في العالم. ده يعني مقدمة كده قبل ما ندخل في الإصحاح عشان نقدر نفهم الآيات اللي بتتكلم على هلاك بابل. ثم بعد هذا، بيقصد بعد هذا، بعد ما كان قبل كده في ضربات وفي اتنقل بقى المرحلة الجديدة اللي هي الهلاك النهائي للشر، لمملكة الشر في العالم اللي هي بتربز ليها بابل. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخرا نازلا من السماء، له سلطان. يعني السماء مصدر السلطان، فالملاك نازل من السماء فله سلطان عظيم وسلطان قوي، له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من قوته. مقاصد ربنا دايما للخير وللنور وللبركة، وخراب الأشرار أو دمار الأشرار بيبقى سبب تطهير للكون من الفساد اللي موجود في العالم. والأبرار لما يشوفوا هذا الملاك اللي هو جاي يطهر الأرض من الشر، هيلاقوا ملاك بشارة وملاك فرح وملاك خير ونور وبركة، ويفرحوا لظهوره وتستنير الأرض كلها من ظهوره عشان يهلك الأشرار ويأخذ معاه الأبرار. العدد 2 و3: وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومحرصا لكل روح النجس ومحرصا لكل طائر نجس ومنقوت، لأنه من خمر غضب زناها شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. المشهد هنا في قوة، في رعب، رعب الدينونة، لما بيقول صرخ بصوت بشدة بصوت عظيم، يعني في تأكيد إن هنا في حسم إلهي، في قرار هيضع حد فاصل ما بين الخير وما بين الشر، ما بين الظلام وما بين النور. وبعدين تلاحظوا هنا الحكم اللي أصدره، لما بيقول سقطت سقطت بيجيبها بفعل ماضي. بنلاحظ هنا في كل النبوات اللي ظهرت هنا بالفعل الماضي، بما معناه ان الامر ده حتمي لابد ان يصير. يمكن بعد شوية في العدد الرابع هنلاقي ان بابل لسه ما سقطتش، لكن هنا الملاك بيقرر انها لابد ان تسقط، والدليل انه راح مكررها مرة تاني، قال سقطت سقطت، والتكرار هنا بنفس الهدف، انه بيؤكد المعنى ان لابد ان تسقط بابل بشرها وبالفساد اللي هي عايشة فيه. لذلك بيرجع يطلب من شعبه انهم يخرجوا منها لألا تصيبهم الضربات اللي هتنزل عليها. طب ليه صدر هذا الامر بالسقوط وبالخراب وبالهلاك الابدي وبتاع؟ لانها هنا بيعطي تفسير انها صارت مسكنا للطيور النجسة،
اللي هي ما بتقدرش تعيش إلا في الخراب والخرابات، زي الوطواط، زي البومة، زي الحاجات الطيور المخيفة ديت. وده رمز لأن الشيطان بيسكن في الإنسان اللي بعيد عن ربنا وبيسير خرابا. ويقول برضو لأنها صارت مسكنا لشياطين، لعله هنا بيقصد البشر اللي هم عايشين في الخطية، يشابه الشيطان. وبعض الناس الشيطان يتحكم في تصرفاتها ويستعبدها ويسوقها. تلاحظوا بقى الفرق هنا في المعنى ما بين بيتكلم على ناس بيسكنها الشيطان وبين ربنا لما بيسكن في أولاده بيصيرهم هياكل حية مقدسة في الكنيسة. وخراب بابل هنا إشارة لخرابها على الأرض وهلاك سكانها للأبد. ونلاحظ أن السبب الرئيسي للخراب هو خطايا الزنا، شربت من خمر غضب زناها، والانغماس في الملذات، استغنوا من وفرة نعيمها. هنا مش بمجرد بس بيغلطوا مرة، لا، ده ناس مستمرة في هذا العبث وفي هذا اللهو، لا يعنيهم إلا ملذتهم وشهواتهم وعبادة الأموال، وافتكروا أن هم كل ما يغترفوا من هذه الملذات والشهوات يصيروا ملوك على الأرض. وهنا أطلق على اللي بيتجرف هذه الأمور أنهم تجار الأرض. والتجارة في حد ذاتها ما هيش غلط، ولكن هنا بقى بيتجرف الملذات وعشان يسهلوا الخطية ويسهلوا النجاسة لملوك الأرض والناس اللي بتهتم بأمجاد العالم وتعظم المعيشة، ونسيوا أن في حياة أبدية، ونسيوا أن هذا العالم ينتهي، هو عالم باطل وزائل. أيضا صارت محرصا، كلمة محرص هنا يعني سجن، صارت سجنا أبديا للأرواح الشريرة اللي هي خربت كثيرين وخربت الأرض بسبب الخطية اللي هي منتشرة. أما الأبرار فهيعيشوا في مجد، في مجد بيبقى للناس المؤمنين، ويعيشوا في فرح ونور ومحبة. النور هنا نور المسيح، وإن شاء الله في الإصحاح 21 هنشوف صورة مضيئة للمدينة اللي يعيش فيها الإنسان المؤمنين ويعيشوا في أمجاد وفي نور وفي مجد وفي كرامة. لكن الأشرار زي ما شفنا دلوقتي، زي ما قال السيد المسيح في المثل، قال إيه؟ اطرحوهم للظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. دي الصورة اللي ظهرت هنا. وزي ما قلنا المحرس هو السجن، سجن الأرواح الشريرة، المكان اللي بتؤسر فيه الأرواح الشريرة. وملوك الأرض هم الناس اللي تصورت أنها بتمتلك كل ملذات في الدنيا ويتنعموا ويتلذذوا بكل ما في هذه الحياة. ووصفهم أنهم تجار الأرض لأنهم بيبيعوا ويشتروا في الملذات والشهوات، واستغنوا من هذه التجارة. بعد كده هننتقل للعدد 4 و5. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا أخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. أخرجوا منها يا شعبي. الخروج هنا له معنيين، ممكن يكون له معنيين. المعنى الأول معنى رمزي روحي، يعني بيطلب من الشعب أنهم ينفصلوا عن الشر الموجود في هذا العالم لئلا يصابوا بالضربات اللي هتوجه للأشرار. والمعنى الآخر هو الهروب الفعلي. في ختام سفر الرؤيا ربنا بيأمر أنهم يهربوا للبرية في مدة الوحش، حيث تعالي الكنيسة هناك مدة الوحش. وإمتى وفين وإزاي، دي كلها نفهمها في وقتها. بيقول اهربوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. مش معناها أن هو كان ناسي الأثام بتاعتها، ولكن جه الوقت اللي هي تجازى فيه. لحقت السماء هنا بمعنى أن الخطايا زادت وارتفعت لدرجة أن الله مش قادر يصبر على هذا التحدي وهذه النجاسات اللي قدام عينيه.
جازوها كما هي أيضا جازتكم، ضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. برضو هنا المجازاة ممكن تحتمل معنيين، معنى أن الكنيسة مجرد أنها بترفض الشرور اللي في العالم فدي دينونة لهذا الشر، وبتبقى الكنيسة شاهدة عليه إلى اليوم الأخير لأنها عاشت مع في نفس الظروف لكنها لم تشترك في الشر ورفضت الانغماس في شرور العالم. المجازاة النوع المعنى الثاني للمجازاة أن الكنيسة لما تهرب في البرية مدة الوحش هيبقى متاح أن ربنا ينزل الغضب والعقاب على بابل. نفس القصة شفناها في هروب لوط وأسرته من سدوم وعمورة، لما الملاك بيقول له اسرع اهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك. يعني الحريق ما ابتداش في سدوم وعمورة إلا لما لوط خرج خالص من المدينة. ونلاحظ هنا أن الله يجازي بابل أضعاف ما أذاقت شعب الله من الآلام، بقى دي هنشوفها في العدد 7 و8. بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا، من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. مجدت نفسها، سبب المجازاة هنا أنها طلبت مجدها الذاتي، ملذتها الخاطئة، لم تطلب مجد الله. وطيب إزاي نمجد ربنا؟ هنا بقى بيقول الكتاب في إنجيل متى: يرى الناس أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. فبابل كانت أعمالها شريرة، وبسبب هذه الأعمال كانت تهين الله ولا تمجده. طلبت النعيم الأرضي واللذات المادية الزمنية، لم تطلب السعادة الأبدية. كانت تحاول أنها تمجد نفسها، ولكن مثلا في المقابل بنلاقي أن الكنيسة بتمجد الله بأعمالها وبشهادتها الحسنة، وأن الله بيحل في وسطها. نكمل بقى بقية الآية: ولن أرى حزنا. لأن هي مش هتشوف عذابات وأحزان في الدنيا، هي لم تؤمن بكلام الكتاب المقدس إن في عذاب معد للأشرار وإن في يوم للدينونة. فهي اللي بتناله النهاردة هو ثمرة طبيعية لكل أعمالها، لأنها نسيت إن إحنا غرباء على الأرض وفي يوم هنترك هذه الأرض. وحيل الشيطان الأساسية إن هو يحاول ينسي الناس نهاية هذه الحياة على الأرض، وينسيهم إن فيه هيأتي يوم للحساب وللعقاب، ويدعو أيضا النفس إنها تفكر في اللحظة الحاضرة وبس. أنا جالسة، يعني أنا مستقرة وثابتة ومحدش يقدر يحرمني من اللي أنا بتمتع بيه. ولست أرملة، الأرملة بتبقى حزينة، ولكن هنا بقى بيرد عليها الرد على طول إنها هترى ضربات موت وحزن، بقدر ما شعرت بيه من ملذات في العالم الحاضر هتاخد ضربات أوجاع وحزن. ودي بقى لما نقارنها بكلام المسيح لما بيقول لنا إن إحنا في العالم هيبقى عندنا حزن، ولكن هيأراكم فتفرح قلوبكم، إن ربنا هيعوض أوجاعنا وأتعبنا في العالم بأفراح سمائية في المجد. نكمل مع بعض من العدد 9: وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها، حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة بابل، المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. يبكي وينوح عليها ملوك الأرض. طب ما يريد كانوا بكوا على خطاياهم، استمتعوا بشهواتهم ولذتهم، وبعدين هيجوا ينوحوا عليها لما يفقدوا المصدر الوحيد للذتهم ولشهواتهم. وبعدين يقول واقفين من بعيد. هنا بقى الوقوف من بعيد ده 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 إشارة لشدة ما أصابها والفزع الناس اللي واقفين يشوفوا هذا المشهد.
مش هيقدروا يقفوا يتفرجوا، هيهربوا هيبعدوا هيتفزعوا ويجروا بعيد. ولما تهلك بابل بقى ويهلك كل السكان اللي فيها، أو يظل بعض الأحياء منهم من الأشرار، هيبقى المنظر مخيف جدا، فيضطروا إن هم يهربوا ويبعدوا. ونكتفي بهذا القدر النهاردة من الإصحاح 18، وبمشيئة ربنا نلتقي بكم في الحلقة القادمة في الجزء المتبقي من الإصحاح 18. شكرا جزيلا على المتابعة، وربنا معاكم ونشوفكم بالخير. شكرا.